السلام عليكم ورحمة الله مصدقي قناة شو تي في. احنا كنتواجدوا الان في الموسم الاهلي. الحالة واحد الحالة من ديال الورثة، من الحالات اللي كيكونوا كثار. معنا السيد غادي يعاود لينا اشنو وقع بالضبط. السلام عليكم سيدي. السلام عليكم سيدي. رحمة الله. المشكل شنو المشكل اللي عندكم؟ المشكل ديالنا سيدي، احنا ورثة وفرق مدة 55 سنة هذه. وناضوا شي ورثة ولاد خويا، باهم مات هذه 13 سنة باش ميت. واليوم باع الواجب ديالو، ما مات تبع واجبه في الارض، ما بقاش عنده في هذا الملك. هذا الملك مسمى ارض القويرات، 8 هكتارات، باع الواجب ديالو فيه. واليوم ناضوا ولادو هجموا عليا انا، قال لي تعطينا داك الملك اللي باقي عندك تقسميه معنا احنا، تعطينا الواجب ديالنا. وما انا كيهدوني، وعندنا نزاع، ولا عندنا نزاع في البلاد، ودزنا في المحكمه، وكنجبد لهم هاد باش بايع بوهم. ملي عرفوا بوهم باع، دابا ولا كيهدوني على البني، وما يخلوني ندير حتى حاجه. هما بناو وكيجيو المقدمين. الحاج فين بناو هما؟ باع كل شيء. باعوا بناو في ارض الورثه في الزاويه ديالنا اللي خلى لينا با، جاو في جنبها وكيبنيو فيها قدامها ثاني. كيبنيو، مشيت لهم للسلطه، مقيد صيفط لهم المقدمين. المقدمين عندهم بيناتهم شي معلقة، كيقول لهم لا بنيتو جيرو باش نطلعو. كنقولوا القيد راه قديمة الدار، وهي تبنات. وخوهم كيجي هنا كيهددنا، كيقول لك انا صحافي، ندير اللي عجبني، نصور ونفيلمي وندير كل شيء ندفع، انا صحافي. ما عرفناش كيف كيهددنا بالصحافي. واخا كان صحافي فوق القانون. وهذا الشيء اللي كيقول هو، احنا في العروبية ما قارين، ما عارفين والو. كيقول لنا الصحافي، كيهددنا بها الصحافي. ما عرفنا واش الصحافي الصحافي هو هذاك، ولا صحافي كيجيب شكاره وكيهددنا بكلمة الصحافي. واليوم راه كيهدوني تانا بالقتل على البلاد ديالي، باش يخلعوني باش نعطيهم السلم المالي. درتو شي شكايه؟ درت شكايه للوكيل الملك، ودابا رانا دافع، جات مع الوكيل الملك على رجال الدرك. دابا راه خدوك الاقوال ديالي، راه باقي غادي يعيطوا عليهم هما. ومن بعد كنت قلت لك بلاد دابا درتو شكايات لواحد السيد القائد، ودرت شكايه للعماله على حسب المبني راه كيبنيو، وشكايه لسعاده القيد. وعندي التعرض قديم، داير لهم التعرضات، وهما ما داوش في هذاك الشيء، كيبنيو وصافي. كيطلعوا المقدمين كيقول لهم عاجيرو صافي، وحنا كنقولوا قديم. انا كيف شفت الحاج انت باش تجنب هذيك المشاكل كامله هكا، حتى من الطريق غيرتيها. انا سيدي كيتعرضوا لي، قال لي انا عندي بكوب فلاح، كنت مجاي كيتعرض، قال لي نتعرضوا لك نطيحوا قدام طوموا باش تضربنا. انا جنبت هذيك الطريق، درت الطريق في وسط البلاد ديالي اللي كنتسرر فيها، وطلعت هربت من الطريق. باغيش المشاكل ديالهم هاد الناس، ما باغي مشاكل ما والو، ولا كيهدوني، وانا وليت خايف منهم. صافي هذا الشيء اللي وقع بيني وبينهم. الارض اللي كيبنيو فيها دابا باقا على راس علي ديال الورثه، هما ما عدوش. هما بوهم باع هاد الملك فيه 8 هكتارات اسم ارض القويرات، باعو خرج من ملكو. ها الحجاج كلشي كاينين. سي الحاج، شي رساله بغيت تقدم للناس المسؤولين، شنو بغيت تقول لهم الناس المسؤولين؟ وهاد الناس المسؤولين كنقدم لهم هاد الرساله، بان راه هاد الشيء راه واقع صحيح، ماشي كذوب. هاد الشيء كنقولوا فيه راه ماشي صعب بالوثائق ديالو، وهاد الناس تاغين بزاف، تاغين علينا. ويطالبوا الناس المسؤولين يخرجوا للعين المكان. كنطالب الناس المسؤولين يخرجوا للعين المكان، يشوفوا البلاد راه كتبنا، وهذيك البلاد بقى ديال الشياع ديال الورثه، والدار شادينا ديال الورثه، مستعمرين محتلينا، وخذوا لينا كل شيء، وحنا كنشوفوا من اتساع وكيهدونا. كيهدونا على مثلا كيبغي يتلقاو ليا في الطريق، وانا كان عندي واحد العرصه بعيده من الدار ديالي واحد 3 كيلومتر كنبات فيها تم، وكان عندي فيها شله ماتريان. دابا ما وليش كنجي كان دابا ما وليش كنقدر نبات في العرصه ديالي، وليت سمحت في العرصه وسمحت في الماتريان، وكنمشي ليا بالصباح. دابا وليت خايف هذاك الماتريان يمشي ليا، عندي فيها الطاقات، عندي فيها تراكتورات، عندي فيها كل جميع الحالات. ودابا وليت هربان، كنبات فيها صعب، دابا مابقيتش كنبات. كل اللي كان يروح الليل كنجي لداري، خايف حيت كيهددني، قال لي نتابعك تنقتلك ونجيب لك شي شمكره من الدار البيضاء.
هذا اللي تخايف منه. حتى الليله دابا كاين الاماكن في صور قدام فاش كانت الدنيا خاويه والصور الزاد فاش يلاه تبنات الدور الجداد اللي تبناو هما الديور تبناو جداد كانت عاد الدار ديال الوالد اللي خلى لينا بوحدها دابا تبناو وحدها جوج محلات وكيصوروني وكيخرجوا يطلعوا فوق السطح كيصور يشدوني يصوروا فيا وصوروا حتى في عيالات ولادي خارجين مع البهايم ديالهم في الفصه واقفين مع بهايمهم كيضل يصور يصوروا هذاك الشيخ عمر كيصور فيهم. وانا وقفت قزيرات كيطيحوا عليا. انا وقفت قزيرات جاو المقدمين هاودوا قالوا القيد غير واقفين ماشي مسقفين غير واقفين ضليله على البقر جاو المقدمين قال لك خصك تحيدهم قالك قيد تحيدهم وقفوا عليا تحيدتهم طيحتهم الارض باقا دابا محضر كل شيء وهما يا كيبنيو ما فا ودير دير شكايه ودير تعرض وكيبني وكيما ما فهمت حتى واحد انا. حلال عليهم وحرام عليهم. هذاك الشيء اللي هما عندهم شي حاجه ولا علم الله اش بيه. نعرفوا شكون اللي شكون اللي دافعهم. ما نعرف انا شكون اللي دافع هاد الناس درت شكايات درت كذا حاطط تعرض هما كيبنيو ما فهمت وابوهم بايع الملك كيبنيو في الملك الغير. ما بقاش عندهم علاش كيبنيو في ذاك الحاله. الملك ماشي ديال باهم، بوهم خرج الملك باع الواجب التام في هذه الارض اللي حنا فيها باع الواجب التام بيعه وكاين الوثائق وكاين كل شيء وتكرصص على واحد السيمانه واحد الاجنبي من طاليان جا عند خويا من سماه وبدا كيزرف عليه في الحجر ضربوا بالحجر على الراس والطالياني جا يدوز كونجي ديالو هو وولادو هنا راه دار به شكايه عند الوكيل والطالياني هرب مشى قال لك الماروك واعر كيضرب بالحجر. خصنا نديروا واحد الصوره زوينه لبلادنا ولكن كنديروا العكس. جينا نديروا واحد الصوره كان يدخلوا المهرجين عندنا هنايا يخسروا فلوسهم في بلادنا وكذا وكيجيو وكيستمروا هنايا ولكن دابا لا كي انت سيدي تصاور باش كيبنيو وديتهم للسلطه حطيتهم في السلطه ولكن السلطه ما دارت والو معاهم خلات الشكايات وهاد الشكايات كانت في الشكايات ما بغاش يحبسوهم كاع الحمد لله دابا سيدي وكيل الملك راه كما قلتي الشكايه ديالك وصلت للدرك الملكي اليوم شتي عند الدرك الملكي استقبلوك سمتوا ليك درت شكايه لسعاده الوكيل الملك والشكايه جات هنا لرجال الدرك وانا عيطوا عليا رجال الدرك قال لي الشكايه ديالك جات جي نتصنتوا لك اليوم انا مشيت عندهم وتصنتوا ليا واستقبلوني مزيان قال لي هذوك الناس رانا شنا معرفنا مداصرين بزاف راه جا تاع عندنا هنا ها الشكاره ديالو وكيقول لك انا صحافي قدام رجال الدرك انا صحافي انا كذا ما فهمناش واش فوق القانون ولا كان صحافي ما خصو يدير هذه الحاله خصو يتبع القانون ديالو هو قدوه خصو يتبع القانون باش يكذب على الناس هنا كيقول لهم انتم غير بدويين هنا في العروبيه ما عارفين ما والو ثم ميكروب كيجي عايرنا حنا ميكروب ولينا ميكروب هنا هذا كيهددنا بزاف هذا الشيء ما عرفناش شكون اللي دافعوا ما بغينا نعرفوا شكون اللي دافعوا هذا الراجل شكون اللي دافعوا كيكتب بينا في الجورنان وحنا ما عندنا والو هو كيكتب بالجورنان كل شهر كل شهر كيدفع لنا جورنان ديال الكذوب وكتخرج اللجنه تجي اللجنه من العماله من العماله وكتجي اللجنه من 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 القياده وكيخرجوا كيلقاو والو كيلقاو عندنا الفصه والبقر واش البقر ممنوع الفصه ممنوعه في البلاد لا كانت ممنوعه الفلاحه نحيدوا هادشي نتركوه صافي هادشي اللي السلام عليكم الله يرحم والديك.